أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. وفد الحكومة ينسحب من اللقاء مع ممثلي الميليشيا، وتحركات دبلوماسية واسعة لمنع انهيار المشاورات. الميليشيا تواصل خروقاتها في تعز، والمحافظ يهدد بتقديم استقالته نظرا لتخاذل الحكومة. نعاني من جميع يعني الغذائية والمياه والبحار وكل يعني حتى أساليب التغذية وأساليب الرزق مقطوعة تماما. نحو 150 أسرة نازحة في باب المندب والوازعية تعاني الفاقة والإهمال. أهلا بكم. انسحب وفد الحكومة المشارك في مشاورات الكويت من اللقاء الذي جمعهم اليوم مع وفد الحوثيين وحلفائهم على خلفية تراجع الميليشيا عن المرجعيات. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن الوفد الحكومي في مشاورات السلام انسحب من اللقاء مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وقال رئيس الوفد عبد الملك المخلافي إن انسحاب الوفد جاء ردا على تراجع وفد الميليشيا عن الإقرار بالمرجعيات، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مؤكدا أن الانقلابيين ينسفون كل مرجعيات وأسس المشاورات. وطلب المخلافي من المبعوث الأممي إلزام الانقلابيين بالمرجعيات قبل استئناف المحادثات. على الصعيد ذاته، قالت مصادر سياسية إن اتصالات يجريها سفراء عدد من الدول لمنع تعثر مشاورات السلام اليمنية في الكويت. بحسب المصادر، فإن الاتصالات تجري بين سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبين وفد الحكومة اليمنية لمنع انهيار المشاورات، وذلك عقب انسحاب الوفد الحكومي من لقاء اليوم على خلفية تراجع الميليشيا عن إقرارها بمرجعيات المشاورات. وفي السياق ذاته، طلب وفد الحكومة في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت العودة إلى إجراءات بناء الثقة وتثبيت المرجعيات والأطر العامة لتؤسس لنقاشات جدية في المراحل المقبلة. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر في الوفد الحكومي قوله إن هذا الطلب جاء نتيجة لعدم توفر مناخات الثقة بين الوفد الحكومي والانقلابيين، ما أثر سلبا على المشاورات. أضاف المصدر أن الوفد الحكومي طلب أيضا الوقف الفوري لتدخل الميليشيا في أعمال الحكومة من خلال التعيينات غير المشروعة، وطرح في مناقشاته تدهور الوضع الاقتصادي الناتج عن الانقلاب والعبث بالمال العام. من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن النقاش لا يزال جاريا حول الطريقة الأفضل للتوصل إلى مسار سلمي في اليمن. أضاف ولد الشيخ في بيان صحفي إن الوفود المشاركة في المشاورات تظهر تجاوبا من حيث المبدأ، داعيا إياها إلى التركيز على الأولويات. أشار البيان إلى أن المشاركين في مشاورات السلام استكملوا لقاءاتهم من خلال جلسات متعددة اختتمت بجلسة جمعت الوفد الرئاسي الرباعي من الطرفين بتيسير المبعوث الأممي. إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي إن بلاده ستواصل تقديم دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في المفاوضات اليمنية بالكويت. أضاف كيربي في الموجز الصحفي للوزارة من واشنطن إنهم يجددون دعوتهم لجميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصعبة والتسوية التي ستؤدي إلى الاتفاق النهائي في اليمن. شدد كيربي على أن بلاده تؤمن أن نجاح محادثات السلام لا تزال مسألة حيوية لتحقيق السلام الدائم في اليمن، مثنيا على جميع الأطراف اشتراكهم في هذه المباحثات والخطوات المهمة التي اتخذوها حتى الآن. وفي سياق متصل، شدد سفير فرنسا لدى اليمن جيم مارك على ضرورة تجاوز الصعوبات في مشاورات السلام اليمنية والتوصل إلى حل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216. جدد السفير الفرنسي خلال لقائه نائب الرئيس علي محسن الأحمر جدد موقف بلاده الداعم لليمن والشرعية الدستورية وكذا إنجاح مشاورات الكويت. أشاد السفير بجهود الحكومة وحرصها على السلام وما حققته قوات الجيش من انتصار على الجماعات الإرهابية. على الصعيد الميداني، تجددت الاشتباكات العنيفة في جبهة الضباب غربية مدينة تعز بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال مراسل قناة بلقيس إن الاشتباكات دارت في تبة الحرمين والكسارة والوادي بالتزامن مع تبادل للقصف المدفعي العنيف. أضاف مراسلنا أن قذائف هاون سقطت على قرى العريشة وميلات في وادي الضباب.
وفي مديرية الوزعية تحاول الميليشيا التقدم من الجهة الجنوبية الشرقية نحو مديرية الصبيحة والمضاربة، سيطرة على جبال ضعيف وجرداد وراس بين محافظتي لحج وتعز. لا تكف المقاومة عن رصد حدود مديرية المضاربة والصبيحة، فالتحركات على الأرض يتطلب مسحا شاملا لمسرح العمليات، حيث ينشط العمل على حدود هذه المديريتين المتداخلة مع مديرية الوازعية. ادخر هؤلاء المقاتلون سلاحهم القديم لهذه اللحظة، وما أن تبادر إلى أذهانهم أن الميليشيا تحاول اختراق مديريتهم، استعدوا لخوض المعركة مع العناصر القادمة إلى أراضيهم، فالصبيحة كما يقولون لن تكون سهلة كغيرها من المديريات، فهم حتى في هذه الظروف التي لم يحصلوا فيها على أبسط الدعم يواصلون الدفاع عن المديرية بأبسط الأسلحة الشخصية. التواجد هنا، نحن الآن متواجدين لسد القوات الحوثية والمخلوع صالح لمن أي توغل قد يحصل في منطقة المصراخ من منطقة المضاربة التابع لمنطقة المضاربة، وهذا التواجد هذا موجود على مدار الساعة من قبل المواطنين، ونعمل ليلا نهارا بدون أي مقابل. فلا يستودع الرجل سلاحه إلا لمثل هذه الظروف الاستثنائية، وما قيمة السلاح إن لم يستخدم للدفاع عن الأرض واستعادة الحقوق المنهوبة كما يفعل مقاتلو المقاومة والجيش الوطني في هذه الجبهات. إلى محيط الجبال راسن والضعيف وجرداد في أقصى نقطة جنوبية لمحافظة تعز وصلت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع بعد أن سيطرت على مركز مديرية الوازعية وحاولت التقدم في اتجاه مديرية الصبيحة والمضاربة، حيث تدور المعارك في محيط هذه الجبال التي فشلت الميليشيا أكثر من مرة في الوصول إليها أو اختراقها. لا أفق إذن لاستمرار الميليشيا في هذه السهول، حيث يغدو كل شيء هنا رافضا لتواجدها أو تقبلها ولو لمجرد المرور عبر هذه الأرض نحو المحافظات الجنوبية. إلى ذلك، هدد محافظ تعز علي المعمري بتقديم استقالته في حال عدم استجابة الحكومة بتوفير الدعم اللازم للمحافظة. قال المعمري إنه أعطى الحكومة مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، وأنه سيقدم استقالته من منصبه لكنه سيبقى في خدمتها بحد قوله. جاء ذلك خلال لقاء جمع المعمري بعدد من الصحفيين والناشطين وبحضور قائد محور تعز العميد يوسف الشراجي وقائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، حيث تطرق اللقاء إلى عدد من الجوانب الإنسانية والأمنية والعسكرية. وينضم إلينا من تعز رئيس العمليات في قوات الجيش الوطني العقيد عبد العزيز المجيدي. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور معك يا أخي. أهلا بكم سيادة العقيد، حدثنا أكثر عن طبيعة الوضع الميداني بشكل يعني عسكريا اليوم في تعز. أخي الوضع الميداني في تعز يعني يسير نحو التصعيد كل يوم إلى المزيد نحو التصعيد، فالميليشيات الانقلابية تصل إليها التعزيزات من قوة ووسائل، من قوة بشرية ووسائل نارية يوميا، وهناك محاولات للتقدم في عدة جبهات. فقد حاولت الميليشيات الانقلابية الحوض العطاشية القيام بهجوم في جبهة الضباب وفي جبهة خديل المسراح، إلا أن هذه في كل الجبهات حاولت أن تقوم بعملية هجومية والتقدم، إلا أنها لم تستطيع التقدم بصمود أفضل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المتواجدين في الخطوط الأمامية وفي كل مكان. رغم شحة الإمكانيات والقتال بوسائل لا تساوي ما يملكه العدو من قوة وإعداد. طيب سيادة العقيد، بالحديث عن تعزيزات، يعني أنت تحدثت عن وجود تعزيزات للحوثيين، هل من تعزيزات الجيش الوطني والمقاومة أيضا؟ لا يوجد أي تعزيزات من التعزيزات التي طلبناها أو التزويد بالأسلحة والذخائر المطلوبة. تعز تقاتل منذ أكثر من سنة عن أبي السنة الثانية بوسائل بسيطة وإمكانيات بأسلحة خفيفة ومتوسطة
وقليل بين الاسلحه الثقيله والاكمام الثقيله. لم يقدم الاتحاد من الاسلحه والوسائل من عربات ودبابات ومدفعيه عشان تنبقى الجبهات، رغم ان الاتحاد هي اول محافظه خرجت ومنعت المشروع الانفصالي. نعم. المشروع الانقلابي لحوت عفاشي، هي تعز من اعطت اول شرعيه للحكومه وللرئيس وخرجت مع صف الشرعيه قبل اي محافظه، لكن لا نعلم لما هذه المعامله الجافيه لتعز. هل يريد تعز ان تبقى رهينه يعني للقتال في هذه الانقلابيين الحوثيين العفاشيين؟ هذا شيء جيد الحكومه. طيب بهذه النقطة سيادة العقيد، نعم بهذه النقطة، المحافظ اليوم باجتماعه بعدد من القيادات العسكرية والأمنية هدد بأنه سيستقيل في حال لم توفر الحكومة الدعم اللازم للمحافظة بشكل عام، كيف تنظر لهذا الأمر؟ يا سيدي، المحافظ عاد إلى محافظة تعز بعد تعيينه من 5 أشهر ولم يسلم له أدنى ميزانية أو بذنة الميزانية التشغيلية لمحافظة تعز، وهم يعلمون بأن محافظة تعز فيها ملفات شائكة، هناك ملف الجرحى وملف الشهداء وهناك ملف المرتبات لضفرات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وهناك حصار خانق في تعز، وهناك أضفناه مشكلة الآن أبناء تعز الذين يضايقوا في محافظة علن، واليوم ملفة الجرحى الذين عائدين من تعز، يعني أمامه ملف أمني يريد أن يفعلها الأجهزة الأمنية ولا أجهزة السلطة المحلية، لماذا يفعلها؟ لم يسلم للمحافظ أدنى ميزانية تشغيلية، كلها وعود، اذهب ونحن سنرسل معك، اذهب ونحن، يعني كذلك المحافظ يعتبر هو بمثابة رئيس الدولة ومثل رئيس الدولة في المحافظة. ماذا سيقول المحافظ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لما يقدر يقدم لهم أي دعم؟ ماذا سيقدم المحافظ في ملف المياه والبيئة وملف النظافة؟ ماذا سيعمل المحافظ؟ نعم يعني هل عين المحافظ وقائد وحدات عسكرية ومقاعد محور؟ نعم سيادة العقيد. نعم. إذا المشكلة هناك. كذلك نطالب حتى وزراء من تعز يكون لهم موقف كموقف الأخ المحافظ. إذا العقيد عبد العزيز المجيدي رئيس العمليات في قوات الجيش الوطني بتعز كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. إلى محافظة مأرب، حيث قالت إحصائيات رسمية أن خروقات الميليشيا في المحافظة بلغت 750 خرقا منذ بدء سريان الهدنة مطلع أبريل الماضي. حشدت الميليشيا قواتها باتجاه جبهات الصرواح وهيلان والمخدرة غربي المحافظة ومنطقة الوهبية بين مأرب والبيضاء. لا معنى لفكرة وقف إطلاق النار أو ما يسمى بالهدنة في محافظة مأرب، فمنذ إعلانها في 10 أبريل وميليشيا الحوثي وصالح تواصل حشد قواتها وتدفع بالمزيد من التعزيزات إلى جبهات صرواح وجبل هيلان والمخدرة غربا ومنطقة الوهبية الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء، بالإضافة إلى منطقة نهم شرقية صنعاء، المثلث الذي تريد الميليشيا أن يبقى مشتعلا بالبارود والدم. هناك خروقات من لدى الحوثيين، بالأمس هناك شهيدين، لكن احنا ملتزمين بها وفي اي حاجة. وعلى الرغم من كل الأحاديث التي تستهلكها عن وقف عمليات إطلاق النار، ما تزال عناصر الميليشيا ايضا تتحرك في هذه الاتجاهات وتقف وتناور من اجل احراز تقدم او استعادة المواقع التي فقدتها في وقت سابق. فمأرب التي سقطت من حسابات الميليشيا وبدأت الحياة تسير فيها تحاول إعادتها إلى حلبة الصراع مجددا، لذلك تواصل خروقاتها المتنوعة إذ ارتكبت نحو 750 خرقا بحسب إحصائيات رسمية، منها كما أشارت هذه الإحصاءات اعتراض منصات الباتريوت صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا على محافظة مأرب خلال مدة الهدنة. كل ذلك يحدث كما تقول مصادر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ظل التزامهما بالهدنة. قال ركن التوجيه المعنوي في اللواء 19 مشاة بشبوة العقيد محمد العياشي إن ميليشيا الحوثي والمخلوع لم تفي بوعدها مع لجنة الوساطة والتهدئة المكلفة بمتابعة وقف إطلاق النار وفتح الطرقات في بيحان.
أشار العقيد العياشي إلى أن الحوثيين لا زالوا يواصلون قصف مواقع الجيش الوطني وبعض الأحياء السكنية في عسيلان مستخدمين صواريخ محلية الصنع. هذا وتواصل الميليشيا إغلاق الطريق الرئيس الذي يربط محافظة شبوة بمحافظتي مأرب وصنعاء. أوعدونا 3 أيام متتالية على أنه سوف يتم فتح طريق الساق، يعني عين بحريب بيهان، وإلى حد اليوم هو لم يتنفذ هذا الكلام إطلاقا، ونحن متوقفين عن الضرب لأن الحوثيين يضربون بين منازل المواطنين، يريدوا أن يثيروا المشاكل بين أبناء المنطقة الواحدة. ندعو الجميع، ندعو المتحوثين، إن احنا أبناء اليمن، إن احنا أبناء بيحان بدرجة أولى، إن الحوثي وعفاش إنهم سوف. أحصى المركز الإعلامي للمقاومة في محافظة يب 466 حالة اختطاف أقدمت عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال الأشهر الثمانية الماضية، وشملت الإحصائية اختطاف 1227 شخصا بينهم صحفيون وقيادات سياسية وحزبية في المحافظة. إلى حضرموت، حيث أعلنت المنطقة العسكرية الثانية عثور فريق من الخبراء الألغام على معمل كبير للمواد المتفجرة والمفخخات في المحافظة. وقالت المنطقة العسكرية في بيان لها إن الخبراء عثروا على المتفجرات في معسكر اللواء 27 ميكا في منطقة الريان التابعة لمدينة المكلا. إلى ذلك قال شهود عيان إن قوات الجيش والأمن استحدثت عشرات الحواجز العسكرية والأمنية في مداخل ومخارج مدينة المكلا وفي الشوارع الرئيسية والفرعية، كما تقوم بمداهمة مناطق مشتبهة وتفتيش للمركبات والمرة. على الصعيد ذاته، قالت مصادر إعلامية إن قوات الجيش ضبطت سيارة مفخخة في مدينة المكلا. أوضحت المصادر أن قوات من المنطقة العسكرية الثانية تمكنت من ضبط سيارة مفخخة كانت مركونة في منطقة بويش بمدينة المكلا. وبحسب المصادر فإن خبراء متفجرات تمكنوا من تفكيك السيارة المفخخة، فيما تواصل قوات الجيش والأمن عملياتها في المدينة. هذا ولا تزال مدينة المكلا تعيش صدمة التفجيرات الانتحارية التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف مجندين أمام معسكر النجدة. عبر المواطنون عن تنديدهم واستنكارهم لتلك المحاولات الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت. المكلا لا يزال سكانها يعيشون على وقع صدمة التفجير الانتحاري الذي استهدف المئات من طالبي التجنيد، مخلفاً 28 شهيداً ونحو 52 جريحاً وفقاً للسلطات التي تواصل اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وإغلاق للشوارع الرئيسة
المؤدية إلى المقار الأمنية والعسكرية الهامة. وفيما الجميع يعيش حالة من القلق والترقب، تواصل الطواقم الطبية رفع جاهزيتها القصوى وتقديم خدماتها للجرحى رغم الإمكانات الشحيحة، فيما أطلق مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت نداء عاجلا للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين. فأعطينا إشارتنا للجراحين، حوالي 5 جراحين إلى الطوارئ مع استعداد الطاقم التمريضي الكامل. أوقفنا العمليات الروتينية لإدخال الحالات إلى العمليات الكبرى التي تستحق عملية كبرى. المختبر أوقفنا الفحوصات لفترة 2 ساعة لعمل فحوصات سريعة من فحص فصيلة وفحص فيروسات وسحب الدم، فكان المتواجدين من أبناء المحافظة فقاموا بالتبرع السريع رغم المنادات بسيطة، فالكل أتى من نفسه وبمحض إرادته للتبرع لأخوانه الجرحى. ولا شيء يعادل وقع تلك التفجيرات سوى حالة التنديد والاستنكار التي عمت الشارع الحضرمي، حيث عبر سكان المدينة عن رفضهم لتلك التفجيرات التي قالوا أنها لن تثنيهم عن المضي قدما في حفظ الأمن واستقرار بلدهم. أبناء حضرموت لن يفنيهم هذا العمل الإجرامي، بل يزيدهم تصميما وتلاحما، وسيمضون قدما نحو استعادة أرضهم ووطنهم. الدين هذا الفعل هذا الإرهابي خارج عن الدين والملة والإسلام، واللي يفجرون في جهنم لا لهم شيء قبله عند الله. نحن ندين الجريمة الإرهابية اللي قامت على أبنائنا في محافظة حضرموت، ونطالب الجهات الحكومة بمتابعة الإرهاب وإزالته من أرضنا نهائياً، ونطالب اللي يستحقوا اللي راحوا في الإرهاب هذا يتابعوا لهم حقوق اللي راحوا كلهم تكون محفوظة. بالقدر الذي يستنكر فيه سكان حضرموت تلك التفجيرات، هم يناشدون الحكومة الالتفات لعائلات الضحايا والاهتمام بهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. دانت نقابة الصحفيين الاعتداء الذي تعرض له الزميل محمد اليزيدي مراسل قناة بلقيس في حضرموت من قبل مجندين داخل مستشفى ابن سينا في المكلا. وفي سياق متصل أكدت قناة بلقيس احتفاظها بحق مقاضاة وملاحقة كل المتورطين في حادثة الاعتداء على مراسلها الزميل محمد اليزيدي، وحملت القناة السلطة المحلية وقيادة الجيش الوطني المسؤولية الكاملة عن سلامته وضمان عدم التعرض له وتقديم المعتدين للعدالة وضمان حرية الصحافة لجميع العاملين في كافة وسائل الإعلام. نشرة مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل. أحياء الشيخ عثمان بعدن تشكو غياب الخدمات الأساسية، المواطنون يتهمون الحكومة بالإهمال. وفد الحكومة ينسحب من اللقاء مع ممثلي الميليشيا، وتحركات دبلوماسية واسعة لمنع انهيار المشاورات. الميليشيا تواصل خروقاتها في تعز، والمحافظ يهدد بتقديم استقالته نظرا لتخاذل الحكومة. نعاني من جميع يعني الغذائية والمياه والبحار وكل يعني حتى أساليب التغذية وأساليب الرزق مقطوعة تماما. نحو 250 أسرة نازحة في باب المندب والوازعية تعاني الفاقة والإهمال. أهلا بكم من جديد. يواصل سعر صرف الريال تراجعه أمام جميع العملات الأجنبية، وقالت مصادر مصرفية إن الريال تجاوز سعر صرفه اليوم أمام الدولار 1.315، فيما واصل تراجعه أمام جميع العملات الأجنبية في السوق السوداء.
تواجه نحو 250 أسرة في صحراء الحجارية أوضاعا صعبة بعد نزوحها من مناطقها بسبب الحرب في منطقة باب المندب التابعة لمحافظة تعز، وتفتقر الأسر النازحة للمواد الغذائية والإيوائية وسط غياب تام للجهات الحكومية والمنظمات الإغاثية. تفاصيل في سياق التقرير التالي. لم يختاروا الخروج من منازلهم ولم يحددوا لذلك موعدا، فجأة وجدت 250 أسرة نفسها في صحراء الحجارية البعيدة عن مدينة تعز ب 120 كيلومتر. وهناك اتخذت الأسر الهاربة من الصحراء موطنا ومن أغصان الأشجار سكنا. وهذا الحال، الصورة أحسن من الكلام، ده واقع وباقي بين الأشجار كثير. تعود معظم هذه الأسر إلى منطقة الحريقية التابعة لمديرية ذباب، وهناك حيث توارثت العيش منذ مئات السنين، فقدت منازلها ودمرت معظم البيوت بفعل قصف الميليشيا الذي لا يتوقف. يعتقد الأهالي الذين توقفوا عن اعتبار أنفسهم محظوظين بالنجاة من الموت أن البقاء تحت القصف أرحم من الموت جوعا تحت أشعة الشمس وفوق حرارة الصحراء وحيث لا يعثر عليهم أحد. نزحنا من الحريقية لا منطقة الحجارية ولا مغاثة ولا مي ولا أي حاجة، ومقاطع منها كل العمل. يحتاجون كل شيء ولا يجدون ما يسد رمقهم بعد منعهم من الاصطياد الذي كان مصدر رزقهم الوحيد، ويضطرون للانتظار ساعات طويلة لإنضاج أطعمة ما كان لهم الاعتماد عليها في وقت غير هذا، كما يضطرون للسفر طويلا لإخبار الآخرين بوجودهم وأن تلك الصحراء التي عاشوا يتحدثون عنها كممر للقادمين من الجانب الأفريقي والهاربين من الحرب غدت موطنهم الجديد الذي أجبرتهم الميليشيا على الحياة فيه، وربما يجبرون على الموت فيه أيضا كما يقولون. إلى عدن، حيث يشكو المواطنون في أحياء المحاريق والسيسبان والسيلة في مديرية الشيخ عثمان من غياب الخدمات الأساسية وإهمال الحكومة والسلطة المحلية. مراسلتنا مروى العزاني زارت هذه الأحياء ووفتنا بالتقرير التالي. صباحنا نحن أقول لك فينا، مش أقول لك هذا في قرية، مش مقرية عاد، نحن يا ريت بقرية. بمجرد دخول هذه الأحياء تشتم رائحة المعاناة وترى حقائق قلما تدركها خارج هذه المربعات السكنية المهملة منذ سنوات. السيسبان السيلة المحارق هي أحياء شعبية في الشيخ عثمان إحدى أكبر مديريات عدن. هي طبعا منتهك حقوقها في كثير من الأشياء، مثلا نحن بالنسبة لنا أهم حق هو حق التمليك، حق التمليك هذا مش موجود. بالرغم مما تحمله هذه الأحياء من مشاكل، إلا أن غياب الحكومة عن مطالبهم وتغييب حقوقهم بات واضحا منذ سنوات. دور المجلس المحلي في منطقة المحاريق ميت، لا أبعد حد، يعني لحد الآن ولا عملنا أي حاجة. لم تشهد هذه الأحياء بيئة ملائمة لحياة كريمة للمواطن الذي تتفاقم حجم مشاكله مع ازدياد عدد السكان بالمنطقة. الحفر راشة عندنا ما شاء الله، الدنيا عندنا كواد كواد بالكداديف من الحفر راشة، المي مهلوش، الكهرباء مهلش. أعوام تمضي ليكبر معها أطفال اعتادوا على اللعب بجانب النفايات وطفح المجاري وعشوائية تزيد من العبث بالبنى التحتية. التوعية الصحية منعدمة هنا، انتشار المجاري بكثرة، تفشي الأمراض وشحة المياه، وشوارع تعلن رائحتها عن كوارث إنسانية تستغيت بصوت خائب الأمل. تحتاج الأحياء الشعبية لإحياء أبسط مقومات الحياة بها، فالمواطن بانتظار حلول جادة وحقيقية من الحكومة والجهات المعنية لإنهاء معاناته. مروى العزاني، قناة بلقيس، عدن. بهذا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وفد الحكومة ينسحب من اللقاء مع ممثلي الميليشيا، وتحركات دبلوماسية واسعة لمنع انهيار المشاورات. الميليشيا تواصل خروقاتها في تعز، والمحافظ يهدد بتقديم استقالته نظرا لتخاذل الحكومة. نعاني من جميع الغذائية والمياه والبحار وكل حتى أساليب التغذية وأساليب الرزق مقطوعة تماما. نحو 250 أسرة نازحة في باب المندب والوازعية تعاني الفاقة والإهمال.
نشرة انتهت، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل مع صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.